السلام عليكم ورحمة الله، وأهلا بكم مشاهدينا الكرام ضمن سلسلة متابعاتنا الإخبارية المستمرة بشأن الحرب على غزة. نناقش اليوم آخر تطورات العدوان الصهيوني على غزة وانتهاجه سياسة الأرض المحروقة في الحرب، كما سنناقش الاقتحامات المتكررة من جانب قوات الاحتلال لمدن وقرى الضفة الغربية المحتلة. سيكون معنا في هذه التغطية عبر الهاتف من مدينة جنين بالضفة الغربية الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، وكذلك عبر سكايب بيروت سيكون معنا مدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، وكذلك عبر سكايب من لوكسمبورغ بالسويد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية أستاذ فرات خورشيد. نأخذ هذه المادة ثم نعود إليكم مشاهدينا ونتابع هذه التغطية. نرحب بكم من جديد مشاهدينا في هذه التغطية المتواصلة من قناة الرافدين حول الأوضاع الجارية في غزة، ونبدأ مع الأستاذ فرات خورشيد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية من مدينة هلسنبرغ بالسويد. أستاذ فرات السلام عليكم. عليكم السلام، أهلا بكم ضيوفك الكرام مشاهدينا، حياكم الله. نبدأ من الجانب العسكري. القصف المدفعي والجوي الصهيوني يتواصل بعنف على جباليا ومخيمها شمالي قطاع غزة، والمعارك فيها لا تنتهي برغم يعني تأكيد الاحتلال إحكام سيطرته عليها منذ أكثر من شهر، ولكن يعني المعارك على أرض الواقع مستمرة. كيف تقيمون احتدام المعارك في جباليا ما بين المقاومة وما بين قوات الاحتلال في هذه المدة؟ طبعا المعركة في غزة تختلف عن المعارك الاعتيادية لأنها معركة داخل مدينة ومدينة مكتظة بالسكان، لذلك لا يمكن بأي حال من الأحوال القول بأن الطيران أو القصف المدفعي يمكن أن يحسم معركة. الطيران بإمكانه استهداف منشآت عسكرية، معسكرات، مطارات وما إلى ذلك، أو القصف ممكن أن يستهدف مثلا معسكرات ومقرات للدروع أو الدبابات المدافع يعني، لكن في غزة لا يمكن أن تحسم هذه الأدوات العسكرية معركة داخل المدينة إلا إذا استخدموا أسلوب الأرض المحروقة، أي كل من على الأرض هو هدف. طبعا القصف العشوائي أو القصف العنيف الذي أدى إلى عدد كبير من الضحايا هو جريمة، لكن كانت هناك أيضا معارك على الأرض بين الفصائل المقاومة وبين قوات الاحتلال الإسرائيلي. المعركة على الأرض لها خاصية بها يعني أولوية لحماس ومقاتلي الجانب الفلسطيني، لكونهم يقاتلون في منطقة أولا يعرفون مداخلها ومخارجها، ثانيا استخدام أسلوب الأنفاق. الأمور التي يحتاجها الجيش الإسرائيلي إضافة للقتال هي معرفة الأرض وخطوط الإمداد. كلما توغل وازداد توغل الجيش الإسرائيلي في داخل قطاع غزة
كلما أصبحت خطوط مواصلاته أطول وإمكانية قطعها من قبل المسلحين المقاتلين في غزة أكبر. قطع طرق المواصلات يؤدي إلى إنشاء جيوب عسكرية تؤدي إلى محاصرة المقاتلين من الجيش الإسرائيلي في داخل مناطق لا يمكن وصول إمدادات إليهم ولا يمكن إسعافهم في حال وجود جرحى أو مصابين بينهم. لذلك الاختيارات الأولوية في هنا داخل في المدينة ذات تكون الوقت، لحماس. نعم، هنا سياسة الأرض المحروقة تؤدي إلى تكون ما يسمى بالركام بين المدن وقطع الطرق كما ذكرت، وهي يستخدمها المقاومون اليوم كوسيلة دفاعية من أجل استهداف قوات الاحتلال الصهيونية أكثر مما تشكل نقاط قوة للعدو الصهيوني. بالتأكيد هم يقطعون خطوط المواصلات، كل خطوط للإمداد حينما يتم السيطرة عليها تصبح القطاعات العسكرية أضعف لأنها تكون بمفردها بمعزل عن الدعم الذي يمكن أن تحصل عليه، وكلما يزداد الاشتباك تقاربا بين الأطراف المتحاربة يصعب استخدام الإسناد الصاروخي أو الجوي لأن الأهداف تكون متشابكة مع بعضها ولا يمكن يعني بأي حال من الأحوال فرز أو تمييز هذا الهدف عن ذاك من بين القوات الصديقة أو المقاتلة المهاجمة. نعم، نرحب من بيروت بالمدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب. مرحبا بكم أستاذ حسان. مرحبا بكم، مساء الخير. مدير الشؤون وكالة الأونروا في غزة توماس وايت يعلق على أوامر الاحتلال المتكررة التي يدعو فيها سكان غزة إلى الرحيل من بيوتهم بالقول أن سكان غزة هم بشر وليسوا قطعا على رقعة الشطرنج يتم تحريكهم كيفما يشاءون أو يتم إجبارهم على الرحيل قسرا بهذه الصورة. السؤال هنا، كيف تقرأ مثل هذا التصريح من قبل مسؤول أممي، وهل تملك المنظمة الدولية أدوات لوقف التهجير القسري القائم الآن في غزة؟ هناك تقطع في الصوت، أنا لا أسمع شيئا. أستاذ حسان، يعني مدير الأونروا يقول أنه يعني تسمع لي الآن جيدا؟ الآن أسمع لكن متقطع. متقطع. إذا فهمت السؤال هو حول موقف الأونروا وعملية تهجير المواطنين الفلسطينيين من غزة، من قطاع غزة، خارج بيوتهم. إذا كنت تسمعني، أنا حاليا لا أسمع شيئا. طيب نحاول إصلاح الصوت ثم نعود إلى حضرتك. نحاول إصلاحه ثم نعود إلى حضرتك. أستاذ فرات، في ذات الإطار يعني لو رجعنا إلى الجانب العسكري ورأينا أنه يعني هناك الأوضاع على أرض الواقع وكيف تم سحب لواء جولاني من مناطق في قطاع غزة، ما شكل انتكاسة أو انهيارا للجيش الصهيوني بفعل ربما الركام، بفعل ضربات المقاومة، ما هو تأثير مثل هذه الضربات، مثل هذه الانسحابات على معنويات الجيش الذي يريد نتنياهو أن تستمر الحرب، ولكنه سحب لواء جولاني الذي يمثل كما يقال رأس الحرب بالنسبة للجيش الدفاع الإسرائيلي؟ يعني هو أساسا قرار سحب لواء جولاني كان نتيجة ما تحدثت به قبل قليل عن صعوبة استمرار خطوط الإمداد قوات التي تتوغل داخل القطاع، وإضافة إلى ذلك يعني هناك أخبار مؤكدة عن ارتفاع نسبة الهروب من بين صفوف الجيش الإسرائيلي. هذا الهروب لم يكن ليأتي لولا وجود مخاطر حقيقية ومعارك عنيفة داخل القطاع، مما تسبب بخلق حالة من الخوف والهلع بين صفوف الجنود الإسرائيليين أدت بهم إلى الهروب من المعركة ليقينهم بأنها معركة لن يكون النصر حليفهم فيها. لذلك قرر الكثير من الجنود في صفوف الجيش الإسرائيلي ترك أرض المعركة والهرب. وأعتقد أنه حتى قرار سحب لواء الجولاني هو للحفاظ على ما تبقى من الصورة الهشة للجيش الإسرائيلي التي تحطمت خلال هذه المعارك والصراع الذي لم يكن يتوقعون أنه سيستمر لهذه الفترة الطويلة. معروف عن الجيش الإسرائيلي أنه يخوض حروب خاطفة سريعة حتى يكسب المعركة بقوة نارية وعنف، ولكن ما حصل في هذه المعركة هو غير حسابات الجيش الإسرائيلي. أصبح الجيش الإسرائيلي مرغم على المطاولة
في معركة لا يعرف تفاصيلها ولا يعرف متى ستنتهي ولا يعرف أصلا كيف ستنتهي، لأن الجيش الإسرائيلي كان يتوقع بأن مجرد قيام الطيران بحسم المعركة جويا سيكون دوره بسيط على الأرض، وبمجرد التوغل بعمليات تفتيش روتينية ونتيجة يعني الدمار الذي سيحل. ولكن كما تفضلت حضرتك أيضا بأن هذا الدمار أصبح عامل من عوامل النصر لمقاتلي حماس داخل قطاع غزة، واستثمروا كل ما يمكن استثماره من الأرض وما تحت الأرض لخلق يعني فرص مباغتة للقتال ضمن مناطق يصعب أن تعرف من أين سيخرج لك المقاتل من حماس وأين سينتهي به المطاف بعد دخولك في هذه المعركة معه. نعم، نرحب مرة أخرى بالأستاذ حسان القطب، أتمنى أن يكون الصوت واضح الآن. واضح جدا الحمد نعم. لله. يعني بالحديث عن ما قاله توماس وايت مدير وكالة الأونروا أنهم يعني أهل غزة ليسوا رقعة من الشطرنج أو أحجار يحركون، بالتالي تصريح مثل هذه التصريحات من قبل مسؤول أممي، هل يمكن أن يوقف التهجير القسري الذي يتعرض له حاليا سكان غزة ومنذ شهور؟ هناك انفصام في الحقيقة فيما يتعلق بموضوع الدور الإسرائيلي، الدور الصهيوني في الهجوم على غزة، وما بين تتحدث به المؤسسات الدولية وحتى الدول وممثليها من وزراء خارجية أو رؤساء وزراء وغيرهم. إسرائيل عندما هاجمت غزة اعتبرت أن مجرد القصف الجوي والضرب العنيف على السكان سوف يؤثر على معنوياتهم، ومن ثم يتم الضغط على المقاتلين الفلسطينيين لتخفيف حركتهم ومطالبة بوقف إطلاق النار والتفاوض حول إطلاق الأسرى وإنهاء هذا الصراع. ولكن إسرائيل فوجئت في الحقيقة بصلابة الالتزام بالقضية لدى المقاتلين الفلسطينيين في غزة وصلابة صمودهم، كما فوجئت بالإعداد الجيد أيضا. هناك إعداد لا يمكن أن يتجاهله أي خبير عسكري أو أي مقاتل سابق في أي قوة عسكرية، من حيث المواجهة، الإصرار على المواجهة، الحراك ضمن الأحياء التي يتم احتلالها أو تدميرها، وهذا ما اعترفت به إسرائيل أيضا عندما قال نتنياهو بالأمس ندفع ثمنا باهظا في غزة. أيضا هناك اعتراف ب14 قتيلا بالأمس فقط في غزة من قبل الجيش الإسرائيلي، هو عادة يعترف بأرقام دون المستوى الحقيقي لضحاياه. أيضا في العودة إلى موضوع الدمار، هناك جنرال روسي سبق وأن حذر إسرائيل من تدمير البنية التحتية والمساكن في غزة لأنها ستكون عاملا إيجابيا ومساعدا للمقاتلين، وقال أن الروس الجيش الروسي قد ارتكب هذا الخطأ في مدينة باخموت الأوكرانية، كما أن الجيش الألماني خلال الحرب العالمية الثانية ارتكب هذا الخطأ أيضا في مدينة ستالينغراد خلال حصارها. لذلك إسرائيل لم تلتفت إلى هذه النصائح وقامت بالهجوم الشرس هذا من حيث القتل والتدمير لإرهاب الشعب الفلسطيني وإجباره على الخضوع والضغط على الفصائل الفلسطينية للتفاوض ومن ثم الاستسلام كما قال نتنياهو. أيضا فوجئت إسرائيل بالالتفاف الشعبي حول هذه المقاومة ومحاولة دعمها بأي شكل من الأشكال، مما دفعها كما قال ممثل الأونروا بأن تضغط على الشعب الفلسطيني للخروج من أحيائه ومن قراه من مدنه في قطاع غزة إلى الحدود المصرية بهدف إفراغ المنطقة من السكان ووضعهم في العراء، بحيث يشكلون عامل ضغط على قيادة المقاومة الفلسطينية في غزة، ومن ثم الدخول في حالة التفاوض إما على الاستسلام أو على هدنة تؤدي إلى تحقيق إسرائيل نصرا تقدمه لشعبها، وهي التي الآن تشعر أنها عاجزة عن الانتصار، وهي أمام خيارين: إما احتلال غزة والعجز عن البقاء في أرض غزة نتيجة هذه المقاومة، وإما الانسحاب والاعتراف بأنها فشلت في تحقيق أهدافها، خاصة أن نتنياهو وضع سقفا عاليا لطموحاته العسكرية في غزة عندما قال نريد القضاء على حماس وإجهاز عليها وإخراجها من غزة، وهو حتى الآن لم يستطع أن يحقق شيء من هذا، وقدرات المقاومة لا زالت موجودة وحاضرة وشاهدة أيضا من خلال قصف المدن الإسرائيلية بشكل تقريبا شكل يومي، مما يعني أن إسرائيل حتى الآن فشلت في تحقيق أي هدف من أهدافها المعلنة. طيب أستاذ فرات، من هذه النقطة يعني جيش الاحتلال يواصل قصف مدن غزة، وأكثر من 45% إلى 60% من المنازل في غزة أصبحت مدمرة. نتنياهو يريد القضاء على حماس أو يريد يعني الانتصار بهذه المعركة بأي وسيلة، ولكن في ذات الوقت
الأهداف المعلنة للحرب التي شنها نتنياهو على غزة هي من أجل يعني القضاء على حماس، كذلك تحرير الرهائن. بالأمس المتحدث باسم كتائب القسام أبو عبيدة يقول أنه فقدنا الاتصال بخمسة من المسؤولين عن الأسرى الإسرائيليين الصهاينة، بالتالي كثرة القصف وكثافة هذه القصف تؤدي إلى خسارة المزيد من الأعداد. هل سيستطيع نتنياهو بواسطة القصف الجوي والنيران الجوية القضاء أو تحقيق جزء من الأهداف التي أعلنها، التي ربما يفقد عدد كبير من الرهائن؟ ما هي صورة المعركة إذا ما قل التدفق البري أو التوغل البري وزاد جويا فقط؟ يعني قلت لك القصف الجوي لن يحسم معركة من هذا النوع. معركة هذه داخل مدينة في مناطق مبنية يجب أن تحسم على الأرض وليس من الجو. الرهائن موجودين في أماكن مجهولة لدى الجيش الإسرائيلي، إذن كل مكان ممكن أن يكون مكان للرهائن، إضافة إلى أنهم ارتكبوا أخطاء حتى يعني تسببوا بمقتل كثير من الرهائن على أيدي الجيش الإسرائيلي. هذا يعني أيضا جانب إيجابي لحماس، وهو الحس الأمني، يعني الكتمان الذي تسبب بعدم إمكانية حصول الجانب الإسرائيلي على أي معلومة استخبارية عن أماكن وجود الرهائن أو كيفية الوصول إليهم، حتى ولو في أماكن تقريبية كمربعات سكنية أو ما شابه. لا أحد يعرف شيء عن هؤلاء الرهائن، لا أحد يعرف أماكنهم، لا أحد يعرف من الذي يقوم بحمايتهم ومن الذي يقوم بالقتال في ساحة المعركة. أضف لذلك الحسابات الخاطئة للجانب الإسرائيلي حينما تصوروا بأن غزة ستكون بطرف وحماس لوحدها في طرف آخر. هذا الذي وجدوه اليوم، بأن غزة كلها حماس، وأن القضية الفلسطينية ليست قضية حماس لوحدها، وإنما قضية الشعب الفلسطيني مثلما هي قضية العرب ككل. ولكن حتى نبقى في إطار غزة، كانوا يتصورون بأن هناك إمكانية لأن تعزل حماس عن بقية أهالي غزة ويتم الاستفراد بها وقتالها على أنها مجرد فصيل مسلح قرر الدخول في صراع ومواجهة عسكرية مع الجانب الإسرائيلي. ولكن وقوف كل أهالي غزة مع المقاتلين من حماس والتكاتف والمساعدة وتقديم العون، حتى ارتفعت نسبة أعداد المتطوعين لجانب حماس من أشخاص لم يكونوا ضمن حماس سابقا قبل بدء المعارك، هذا كله قلب الموازين ضد الجانب الإسرائيلي. طيب هنا أستاذ حسان، هل يتم معاقبة أهالي غزة لأنهم وقفوا مع المقاومة الفلسطينية قلبا وقالبا ولم يخرج صوت واحد يدعو يعني أو يتهم حماس بأنها ارتكبت ربما خطأ ب 7 من أكتوبر تشرين الأول الماضي، بالتالي هذا الالتفاف الشعبي حول حماس هل أدى إلى أنهم يتعرضون إلى عقاب جماعي؟ الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش يقول أنه 4 من بين كل 5 أشخاص في غزة أو في العالم موجودين في غزة، بالتالي غوتيريش يأمل في أن يساعد قرار مجلس الأمن الدولي في تحسين توصيل الإغاثة إلى غزة، ويؤكد أن الوقف الإنساني لإطلاق النار هو السبيل الوحيد لتلبية احتياجات السكان وإنهاء الكابوس الذي يعيشونه. هل تحولت الأمم المتحدة وهذه المنظمة العريقة إلى أداة إنسانية، أداة حقوقية تطالب تشجب تستنكر فقط؟ كلما اشتد العدوان الإسرائيلي على شعبنا في غزة والشعب الفلسطيني، كلما زاد الالتفاف حول هذا الشعب من قبل المجتمع الدولي. نحن نلاحظ الآن أن هناك تغيرا كبيرا في مزاج الجمهور الأوروبي والأمريكي من حيث قراءة الواقع الفلسطيني بشكل أكثر وضوحا بعد هذا الإجرام الصهيوني الذي يمارس في مدينة غزة وقطاع غزة بشكل عام. كلما اشتد العدوان كلما اشتد الالتفاف، ولكن إسرائيل كانت تراهن على أن أمد الحرب كلما طال كلما برز بعض الانقسام داخل الصف الفلسطيني داخل المجتمع الفلسطيني وانكفاء عربي عن قضية فلسطين وعن قطاع غزة، ولكن العكس تماما نراه الآن. هناك انقسام صهيوني داخل الكيان الإسرائيلي الآن، هناك أصوات ترتفع تطالب وقف الحرب العبثية كما أطلق عليها البعض. رئيس الوزراء السابق أولمرت طلب بوقف هذه الحرب ومحاكمة نتنياهو. إيهودا باراك أيضا طالب وقف الحرب والعودة إلى التفاوض. هناك رؤساء أركان سابقين
قالوا أن هذه الحرب أصبحت دون جدوى، وأن على الجيش الإسرائيلي أن ينسحب والدخول في مفاوضات. إذن طول أمد هذه الحرب يؤدي إلى نتيجة عكسية تماما بالنسبة لحكومة نتنياهو وبالنسبة لهذا الكيان. الانقسام عوض أن يكون فلسطينيا نرى الآن هناك التفاف فلسطيني، التفاف عربي، وحتى بداية تغير في المزاج الدولي، في حين نرى في الداخل الإسرائيلي هناك انقساما وهناك تردد في استمرار خوض هذه الحرب التي تشارف على نهاية الشهر الثالث دون تحقيق النتيجة التي وضعها نتنياهو. أيضا بالنسبة للأمم المتحدة لا يمكن تقديم مساعدات للشعب الفلسطيني الآن وهو مشرد، ولا يمكن الدخول إلى قطاع غزة نتيجة القصف الجوي والمدفعي والعدوان الصهيوني المتمادي وعملية تهجير الفلسطينيين والقضاء على البنية التحتية. الأمم المتحدة الآن أصبحت يعني مشهدا مؤلما لا يمكن أن يعول عليها في تحقيق سلم أو في تفاوض بين فريقين أو الدخول في وساطة لوقف حرب أو محاسبة المعتدي ودعم المعتدى عليه. الأمم المتحدة أصبحت في حكم المنتهي، ويجب أن يتم إعادة النظر في دورها وفي حضورها وفي ممارساتها، طالما أنها تمارس هذا الدور الهش والضعيف والخجول أيضا في مواجهة هذا العدوان المتمادي على الشعب الفلسطيني. أكثر من 100,000 من مواطنين الفلسطينيين في غزة بين قتيل وجريح، بين شهيد وجريح، وأكثر من 1.5 مليون مشرد. أي جريمة أكبر من هذه الجريمة؟ كل الوسائل الإعلامية وكل الدراسات الأخيرة تقول أن هذه الجريمة لم يسبق أن تم ممارسة جريمة مشابهة طوال القرن الماضي ومطلع هذا القرن. حتى أن أحد الخبراء قال إن 6 مدن ألمانية تعرضت لهجمات جوية أمريكية خلال ومن الحلفاء خلال الحرب العالمية الثانية، ولم تتعرض لهذا الدمار الذي تعرضت له غزة في هذه الفترة البسيطة من الزمن. إذن الأمم المتحدة الآن هي في حالة غياب، وكل التصريحات لا تؤدي ولا تجدي نفعا، وعلينا أن ننتظر صمود هذا الشعب وتأثيره السلبي على داخل الكيان الصهيوني وتردده في اتخاذ قرار بوقف هذا الحرب. بمقابل صمود الشعب أستاذ فراد، جيش الاحتلال يعترف بمقتل 14 من ضباطه وجنوده وكذلك جرح 44 آخرين، يصف جراح 10 منهم بالخطيرة خلال الساعات الماضية، يضاف إليهم 6 قتلى في جحر الديك أعلنت عنهم كتائب القسام قبل ساعات قليلة. هل يتجه الاحتلال بعد كل الدمار الذي يعني شهدته مدينة غزة بقصفه وبطائرته، هل يتجه إلى الإعلان عن الأرقام الحقيقية أو شبه الحقيقية لخسائره؟ يعني معروف عن الجانب الإسرائيلي عدم المصداقية، يعني لم تكن لديهم مصداقية في أي شيء، لا في الاتفاقيات والتعهدات الدولية التي يتم إبرامها، ولا في الوعود التي يقطعونها على أنفسهم ثم ينكثونها. لذلك لن نترجح الصدق في هذا الجانب أيضا. يعني الإعلام الحربي الإسرائيلي حاول قدر الإمكان تجميل قبائح أفعال جنوده والقصف البشع الذي ينال المدنيين، خاصة مع ارتفاع أعداد الضحايا من النساء والأطفال. فهل سيكون هذا الإعلام صادقا في إعلان أعداد الضحايا الحقيقية؟ هناك ضحايا كثيرين، هناك قتلى من الجانب الإسرائيلي بأعداد تفوق الأعداد التي يعلن عنها، وربما هو أعلن عن هذه الأعداد مرغما. يعني لك أن تتخيل بأن من يرغم على أن يعلن عن عدد بهذا الحجم، ما هي الحقيقة التي يكون عليها هذا الرقم؟ هذه الأرقام تكون فقط لإقناع الشعب الإسرائيلي بأن المعركة نعم عنيفة، ولكن هناك جانب إيجابي وهو أننا نتقدم ونحقق بعض الانتصارات، وأن هؤلاء الضحايا هم خلال معارك شرسة نحقق فيها بعض الأهداف التي نسعى إليها، ولكن في حقيقة الأمر بأن كل هؤلاء القتلى هم قتلى في صراع لن يكون له نهاية لصالح الجانب الإسرائيلي على الأقل في غزة، إضافة إلى الامتدادات التي تحققت نتيجة هذه المعارك في غزة. هناك امتدادات عسكرية وهناك امتدادات إعلامية شعبية، يعني مثل ما تفضل ضيفك الكريم وقال بأن النظرة التي ونبرة الكلام التي يتكلم بها الآن المواطن من خارج الوطن العربي أصبحت تختلف عما كانت عليه قبل بداية المعارك في غزة. أصبحوا يتساءلون لماذا هذا الصراع في فلسطين، من الذي تسبب بكل هذا الصراع على مدى أكثر من 75 عام.
ما الذي سيجنيه العالم من هذا الصراع واستمراره. فهذه المعارك ليست لها نتائج فقط على الأرض، وإنما هناك نتائج تتعدى حتى الحدود الجغرافية لفلسطين. نعم، نرحب في هذه التغطية بالصحفية الفلسطينية الأستاذة إيمان السيلاوي من جنين بالضفة الغربية. مرحبا بك أستاذة إيمان. وفي البداية الرحمة للشهداء، وقبل قليل استشهد صحفيان في غزة، الرحمة لجميع الشهداء. رحمهم الله. نعم. يعني إلى الضفة الغربية حيث تواصلت يعني اقتحامات صهيونية لعدة نعم. مناطق وبلدات، يعني الخليل، بيت لحم، طول كرم، كذلك هناك عمليات اعتقال وهناك مداهمات بين صفوف المواطنين. لو تضعينا في صورة المشهد هناك في الضفة الغربية، كيف تعاملت قوات الاحتلال؟ ما نعم. هي المناطق التي دهمتها؟ كم عدد المعتقلين ربما؟ نعم، بداية لنبدأ بما قبل الفجر، اقتحمت قوات الاحتلال محافظة طول كرم عدة قرى فيها، مخيم نور الشمس، اعتقلت طبعا اقتحمت مخيم نور الشمس، رافقت قوات الاحتلال الجرافات العسكرية التي تقوم بجرف وتدمير البنية التحتية أيضا، وبالإضافة إلى اعتقالات وتفتيش منازل وتخريبها. أيضا انتقلت إلى الخليل، اعتقلت شاب بالقرب من حاجز جدار الفصل العنصري. هذا الشاب أطلقت عليه الرصاص، يبلغ من العمر 21 عاما، أطلقت عليه الرصاص ثم تركته ينزف، ثم سمحت بعد فترة لقوات الإسعاف بأخذ إنقاذ أحد الإسعاف. نعم. المعتقلين، واعتقلت شابا مصاب. أيضا كذلك في بيت أمر وسعير وشيوخ شمال شرق الخليل، كذلك في برطعة والجلمي وعراني في قرى جنين، كذلك في بيت لحم اعتقال شاب، عفوا، مسن يبلغ من العمر 61 عاما، كذلك اعتقلت في نابلس عددا من الشبان شابين بعد العبث بمحتويات منزلهما. الآن في هذه الأثناء تواجد لقوات الاحتلال في أكثر من موقع بين نابلس وجنين، حواجز عسكرية، وبين جنين وجنوبها أيضا حاجز عسكري، كذلك اقتحم بلدة عرابة قبل لحظات هذه المعلومة، ويبدو أنها اقتتلت 3 شبان حسب المصادر المحلية. طيب إيمان، ذكرتي في بداية المقابلة أن هناك صحفيان استشهدا، هل من تفاصيل نعم أين نعم ومتى؟ نعم لا تفاصيل لدي سوى أنهما من وكالة الرأي الحكومية في غزة. جاء الخبر قبل لحظات قليلة، الصحفيان أصبح عدد الشهداء 103 شهداء من الصحفيين، كانا يغطيان في أحد المواقع وقصفتهما قوات الاحتلال في غزة، الشابان الصحفيان من وكالة الرأي الحكومية في غزة. إذن هما في نعود غزة تم لحمل يعني قتلهما، الاعتقالات، عدد المعتقلين، نعم، في غزة تم قتل الصحفيين. أصبح بعد 7 أكتوبر 103 صحفيين 103 معتقلين صحفيين. في نعم. نعم. طيب في جنين رحمة الله. يا إيمان وغيرها من المدن والبلدات، لوحظ أن قوات الاحتلال تستهدف بعض المنازل بالطائرات المسيرة، وكذلك تقتحم المستشفيات وتقطع التيار الكهربائي. هل هناك ربما صحيح. محاولة من قبل الاحتلال استنساخ الوضع في غزة في الضفة الغربية؟ نعم صحيح، هنالك بعض المواقع، لنقل المخيمات تحديدا، المخيمات قامت بجرفها، تدمير البنية التحتية. هذا أدى إلى ماذا؟ أدى إلى تجمع الطين، عدم استطاعة المركبات العسكرية الدخول. نعم. لقد رأيناها أمس لم تستطع دخول مخيم جنين، فاضطر بقطع الكهرباء وتشغيل القنابل الضوئية في سماء المخيم. نعم. وتشغيل أو تسيير الطائرات المسيرة لمعرفة تواجد الشبان المطلوبين، ولكنها فشلت فشلا ذريعا بسبب غزارة الأمطار في جنين وبعض المحافظات الأخرى. إيمان تفضلي بالبقاء معنا، نواصل الحديث مع ضيوفنا ثم نسأل ونستفسر أيضا عن الأوضاع في الضفة الغربية. أستاذ حسان، منظمة الأمم المتحدة للطفولة اليونيسيف تقول أنه
الأطفال في قطاع غزة دون سن الخامسة يواجهون خطر كبير للإصابة بسوء التغذية الحاد والوفاة، وذلك في ظل استمرار العدوان. المنظمة تقول أن ما لا يقل عن 10,000 طفل دون السن الخامسة سيعانون في الأسابيع القليلة المقبلة من أشد أشكال سوء التغذية مهددا للحياة، والمعروف باسم الهزال الشديد. سيحتاجون ليس فقط إلى غذاء ولكن إلى أغذية علاجية من أجل أن يعني تنقذهم من الموت. هناك أيضا المخاوف على أكثر من 155,000 امرأة حامل وأم مرضعة، بالإضافة إلى 135,000 طفل دون سن الثانية. السؤال هنا، هل هناك تعمد لقتل الأطفال من أجل أن لا يولد أطفال تكون مقاومة وتقف ضد الاحتلال بعد كم سنة، خوفا من هذه المشاهد والتأثر أو الثأر الذي نشهده في عيون الأطفال والمراهقين بعد مشاهد مقتل ذويهم؟ العدوان الصهيوني ليس على مدينة غزة أو قطاع غزة أو حتى على الضفة الغربية، هو عدوان على الشعب الفلسطيني برمته، وهذا الإجرام الذي نشهده ضد النساء والأطفال إنما يؤكد أن هذا العدو لديه مشكلة مع الحالة الإنسانية نفسها، والشعب الفلسطيني راسخ في أرضه، مقيم في أرضه، ولن يتخلى عن قضيته، والشعب العربي والشعب الإسلامي كله سيكون معه وخلفه دون أي تردد. لذلك ما نشهده الآن من عملية تجويع مقصودة وعملية تهجير مقصودة، إنما الهدف منها هو إضعاف هذا الثبات وهذه يعني النمو السكاني في غزة وفي الضفة الغربية بهدف التمدد الصهيوني من خلال مستعمرات أو باحتلال أراضي جديدة. طبعا كل ما يجري هو هادف ومقصود، والمطلوب هو إخراج الشعب الفلسطيني من قطاع غزة ومن الضفة الغربية. وسبق أن قال هذا نتنياهو عندما تحدث عن هجرة الشعب الفلسطيني من غزة إلى سيناء، وعن الحديث من قبل بعض المسؤولين الإسرائيليين عن تهجير شعبنا في الضفة الغربية إلى الأردن، وكان الموقف الأردني والموقف المصري وحتى الموقف العربي كان جيدا في هذا الموضوع ومناسبا ورافضا لأي عملية تهجير. ولكن هناك كلفة باهظة جدا بالفعل لدى الشعب الفلسطيني من خلال القتل المتعمد، من خلال التجويع المتعمد، وأيضا حرمان الشعب الفلسطيني وخاصة الأطفال والنساء من الحصول على الغذاء المناسب. شعب ضعيف، شعب يعني ينقصه البنية الجيدة، طبعا سيكون بحاجة لمساعدة وإعانة على مدة طويلة. هناك أيضا شيء يجب أن نلتفت إليه وننتبه له أيضا، هناك أكثر من 70,000 أو 80,000 جريح في قطاع غزة الآن، إضافة إلى الجرحى الذين يسقطون في الضفة الغربية نتيجة الاعتداءات اليومية. هناك حاجة دائمة لاحقا ما بعد الحرب للعناية والرعاية وتقديم المساعدات، هناك حالات إعاقة كاملة، هناك إعاقة شبه كاملة من قطع أيدي أو أرجل أو أمراض مستعصية أيضا سوف يصاب بها إن كان الأطفال أو حتى الكبار. هناك مجتمع يتعرض لعملية إعاقة ضمن بنيته الأساسية السكانية، وبالتالي بحاجة لمساعدة طويلة الأمد، وهذا عدوان مقصود، والمطلوب منه طبعا القضاء على الشعب الفلسطيني وليس على حماس أو على الفصائل الفلسطينية. العدو الصهيوني هو عدو لهذه الأمة ولهذا الشعب، وليس لفصيل من الفصائل أو أنه يحابي فصيلا على حساب فصيل. هذا عدو مجرم لا يمارس إلا القتل ولا يعرف إلا القتل والإبادة، وخاصة الآن الشعب الفلسطيني يعاني من هذه المأساة. أستاذ فرات، هنا يعني رغم الخسائر الفادحة التي تتكبدها قوات الاحتلال الإسرائيلية في غزة، إلا أن نتنياهو ومجلس حربه يبدي إصرار على مواصلة هذه الحرب حتى تحقيق الأهداف المعلنة التي ذكرها، وهناك رأي آخر يقول أنه يريد المحافظة على موقعه السياسي. السؤال هنا، إلى أي مدى يستطيع الجيش الإسرائيلي الصمود أمام المقاومة بعد الانهيارات العسكرية التي تعرض لها، بعد الخسائر الاقتصادية التي مني بها بالأعداد الكبيرة للآليات التي تم تدميرها جزئيا أو كليا، بعد الاقتصاد الذي انهار في إسرائيل كلها وليس فقط في المؤسسة العسكرية، وخاصة بعد انسحاب لواء جولاني، عوامل كثيرة، هل هناك نقطة يمكن أن لا يستطيع الجيش الإسرائيلي الصمود أو مواصلة الحرب فيها رغم إصرار نتنياهو؟ يعني إنهاء الحرب الآن لم يعد خيارا بيد الجانب الإسرائيلي لوحده، يعني لا يمكن للجانب الإسرائيلي أن يتخذ قرار إنهاء الحرب والانسحاب بكل بساطة بعد كل الذي حصل. هنا نحن في معركة، صح هي بدأت ولكن نهايتها يجب أن لا تكون بقرار
مفاجئ ولا تكون بقرار من طرف واحد. حينما يسعى الجانب الإسرائيلي فعلا إلى وقف إطلاق النار، يجب عليه أن يلجأ إلى مفاوضات مع الجانب الفلسطيني، يلجأ إلى اتفاقية تضمن إعادة وعلى الأقل إصلاح ما تدمر، والاحترام الحدود التي كانت عليها غزة، أو ممكن أن يكون هناك تفاوض على جوانب ومناطق أخرى لم تكن حتى ضمن الصراع العسكري، ولكنها موجودة ضمن الصراع الوطني الفلسطيني ضد الكيان المحتل. لذلك قرار إيقاف الحرب الآن هو إعلان هزيمة، سيكون إعلان هزيمة بالنسبة للجانب الإسرائيلي، ونتنياهو وحكومته يتجنبون هذا القرار لأنه سيكون بمثابة يعني إنهاء لحياتهم السياسية وإنهاء لكل ما كانوا يروجون له من صورة إسرائيل ولكن أستاذ القوية فرات، هناك وجيش. تسريح لأعضاء في الاحتياط، هناك هروب من الجيش، هناك انسحابات في هذا الجيش، بالتالي هل يستطيع هذا الجيش الصمود طويلا أمام المقاومة التي ذكرت في هذه التغطية أنهم في الأرض لا يعرف من أين يخرج إليه، كيف يقاتله؟ حتى تكنيك هذه المعركة يقول لك يجب أن يدرس فيما بعد، لأنه تكنيك غير مسبوق يعني من قبل المقاومة. هي المشكلة الأكبر لدى الجانب الإسرائيلي الآن هي الفترة، الوقت يعتبر عامل لصالح حماس. حماس لديها مقاتلين تعودوا أن يقاتلوا بأبسط المقومات ويعيشوا تحت أقصى الظروف، سواء كانت ظروف في قتال أو ظروف في يعني نصب كمائن وانتظار الأهداف التي يرمون الانقضاض عليها. أما الجانب الإسرائيلي فهو غير متعود على هذا، كانت العنجهية هي الصورة السائدة للجانب الإسرائيلي، يتباهون بقوتهم وإمكانيتهم على حسم المعركة بوقت قصير وما إلى ذلك. هذه الصدمة والعامل النفسي والانكسار الذي بدأ يتوغل داخل صفوف الجيش الإسرائيلي هو الذي لا يريد نتنياهو له أن يستمر، ولكنه بنفس الوقت لا يجد له حلا ممكن أن يكون يعني حل يستطيع قبوله أو يحفظ له ماء وجهه. لذلك خيار إنهاء الصراع يجب أن يكون خيار بتفاوض مع الجانب الإسرائيلي الفلسطيني، وهذا يجعل نتنياهو يعني في موقف لا يريد أن يكون فيه، إضافة إلى الاستمرار في هذا الصراع يجعله ينال المزيد والمزيد من الهزائم كل يوم. يعني هم في موقف، برأيي الحل الأمثل لهم لو كانوا فعلا يستمعون لصوت العقل هو الاعتراف بما تطلبه حماس وتعويض كل ما تم تدميره ومحاولة إصلاح يعني نعم. العلاقة بينهم وبين المجتمع الدولي نتيجة الخراب الذي حصل بعد أن أصبحوا في موقع يشار إليهم كأعتى مجرمي هذا العصر. نعم. إيمان، يعني تكثيف عمليات الدهم والاقتحام التي تنفذها قوات الاحتلال في مدن وبلدات الضفة الغربية بالتوازي مع الحرب المدمرة التي يشنها على قطاع غزة، هل برأيك وفق ما تستقرئين من أحداث يعني يمكن أن يخمد أو يؤثر على المقاومة في الضفة الغربية، يجهض على محاولة الاحتلال، أم أنها قد تدفع إلى انتفاضة بصورة أكبر في الضفة الغربية ضد الاحتلال؟ هي حقيقة ليست انتفاضة، ستبدأ بدأت منذ سنوات خاصة في مناطق الضفة الشمالية، جنين وطول كرم ونابلس، المخيمات في هذه المدن كان توجه الشبان، لا يوجد عمل، يوجد ضغط نفسي، فيتوجهون حقيقة إلى الدفاع عن وطنهم وشرفهم عندما يأتي بقوات الاحتلال كل يوم ويقتحمون المنازل و يضيقون على النساء والأطفال. فهذا وأيضا ما يحدث في القدس من اقتحامات وإيذاء للنساء في المقدسيات في القدس يسبب كبت داخل الشبان، مما يسبب إلى المقاومة بأي طريقة بكل الوسائل، المقاومة بكل الوسائل سواء كانت بالحجر
بالسلاح، المقاومة تزداد. على سبيل المثال تم اعتقال 500 مواطن في محافظة جنين قبل أسبوع، ظن الاحتلال أنهم أنهوا إطلاق النار في المحافظة عندما اقتحموا ثلاث مرات بعد هذا الأسبوع، وجدوا مواجهة عنيفة في بداية كل اقتحام، إطلاق رصاص عليهم الرصاص الحي. أيضا أريد أن أتطرق لمسألة بيت لحم. تغيب مظاهر الفرح هذا العام عن بيت لحم بسبب أعياد المسيحيين. أيضا رمزوا لنجمة عيد الميلاد بصاروخ يقتل الأطفال. أيضا أشبالهم يحملون الكشافة بدل أن يحملوا أدوات موسيقية، يحملون، لاحظ كيف طريقة تعبيرهم، يحملون كفن أبيض بسبب الإبادة والتهجير القسري للأهل في غزة. أيضا هنالك لون رمادي بدلا على أشجار الميلاد بدلا من الأحمر والأخضر كما نراهم في كل عام. هذه كلها تعبر عن استمرار الغضب والمقاومة للدفاع عن هذه الأرض مهما تجاوز الاحتلال في قمعه لنا. نعم، يعني أستاذ حسان، سريعا إذا انتقلنا إلى الجبهة اللبنانية، بعض المراقبين لتطورات الأوضاع على هذه الجبهة يرون أن ثمة حرص من قبل كل من ميليشيا حزب الله وجيش الاحتلال الصهيوني على البقاء بسقف عدم التصعيد الكامل بينهما بغض النظر عما يجري في غزة، هل تتفق مع هذا الطرح؟ إسرائيل لا تريد فتح جبهة ثانية في الوقت التي هي منخرطة في صراع طويل وعنيف جدا في غزة، وحزب الله نتيجة التوجيهات الإيرانية لا يريد أن يدخل في حرب مفتوحة مع إسرائيل، إنما يريد القيام ببعض هذه المناوشات التي نراها لتغطية نفسه والمحور الإيراني وماء الوجه أيضا، أنهم يقفون إلى جانب الشعب الفلسطيني وأنهم يخففون الضغط عن غزة. وهذا ما قاله حسن نصر الله في أحد خطاباته الأخيرة، أن هذه المناوشات الهدف منها تخفيف الضغط ليس أكثر. إيران لا تريد أن تخسر وجود حزب الله في لبنان، أي معركة أو أي حرب الآن بين إسرائيل وحزب الله ستؤدي إلى خروج حزب الله نهائيا من الساحة اللبنانية إلى القضاء على مقدراته، وبالتالي تخسر إيران الهيمنة على لبنان وتخسر أيضا الذراع العسكرية التي تهدد بها إسرائيل كما تهدد بها الدول العربية كما نرى في سوريا والعراق واليمن. لذلك هذه المناوشات هي محدودة ولا ترقى إلى أن تكون حربا، ولا أحد يريد أن تصل إلى مستوى الحرب. ولكن هناك مستجد منذ أيام، وأن حزب الله الذي ربط نفسه بهذا الصراع بملف غزة واعتبر أن وقف الحرب في غزة سوف يؤدي إلى وقف مناوشاته مع الكيان الصهيوني على الحدود اللبنانية انتهى، لأن المجتمع الدولي، هنا نقصد الولايات المتحدة الأمريكية والدول الأوروبية، قامت بفتح ملف القرار الدولي 1701. طيب. واعتبرت أن حزب الله خرق هذا القرار عندما وضع مسلحيه وسلاحه جنوب الليطاني وليس شماله كما ينص هذا الاتفاق الذي وقع عام 2006. لذلك الآن أصبح ملف لبنان منفصل تماما عن ملف غزة، حتى لو توقفت الحرب في غزة اليوم فأن ملف لبنان سوف يبقى مفتوحا ونحن في حالة خطر شديد. نعم، سريعا هنا أستاذ فرات، يعني وزير الخارجية الإيراني ينفي علاقة طهران بما يقوم به الحوثيون في اليمن من أنشطة عسكرية ضد السفن التابعة أو المتوجهة إلى الكيان الصهيوني، هل بالفعل اتخذ الحوثيون أو أصبح قرار الحوثيون بمعزل عن المظلة الإيرانية؟ لم يكن هناك أي قرار لا للحوثيين ولا لأي فصيل من الفصائل المعروفة بولائها لإيران، لأنهم أساسا كانوا سابقا يعني يتباهون بالدعم الإيراني الذي يقدم لهم ويشكرون إيران علنا ويقولون بأننا نتلقى كامل الدعم من إيران. الآن بعد أن أصبحت المعركة حامية الوطيس وأصبحت إيران بحاجة لأن تنأى بنفسها وتحافظ على مصالحها، أصبحت تدفع بمن كانوا يوالونها سابقا إلى المحرقة لتقف وتتفرج عليهم بعيدا دون أن تكون مشتركة فيما يجري على الأرض. هذه كلها أكاذيب، كلنا نعرف بأن السلاح الذي يأتي إلى الحوثيين في اليمن هو مصدره إيران، وأن التدريب الذي كان يتلقاه الحوثيين في إيران هو من جعل منهم قادرين على استخدام الطائرات المسيرة وما إلى ذلك. من مدينة هلسنبرغ بالسويد الباحث في الشؤون الأمنية والعسكرية الأستاذ فرات خورشيد، شكرا جزيلا على حضوركم معنا
ونشكر من بيروت المدير المركز اللبناني للأبحاث والاستشارات الأستاذ حسان القطب، شكرا جزيلا لوقتكم معنا. ومن مدينة جنين بالضفة الغربية نشكر الصحفية الفلسطينية إيمان السيلاوي، ونشكركم مشاهدينا على المتابعة. نلتقي بإذن الله، إلى اللقاء.